سلوفاكيا وديما مغرب. السلام عليكم. الحمد لله وصلنا لمدينة براتيسلافا عاصمة الجمهورية سلوفاكيا. كما كتعرفوا شحال هادي كانت سميتها تشيكوسلوفاكيا، ولكن في التسعينات ولات سلوفاكيا بوحدها والتشيك بوحدها. ان شاء الله اليوم غنتعرفوا على جمهورية سلوفاكيا. هذاك اللي ليها هو الشاطو اللي مشهوره به براتيسلافا، وهذا هو نهر الدانوب اللي مشهوره به براتيسلافا. وهذا نهر الدانوب راه كيدوز على بودابست وكيدوز على فيين. هذا اللي هنايا سميتو الرجل العامل، ولا كنسميو حنا بالدارجه على القادوز. وهذا هذا هو الشاطو ديال براتيسلافا اللي معروف هنا في براتيسلافا. ومن هنا كاينه واحد الفيو على براتيسلافا.